عربية حلوة وممتعة وعربية قوية. بس هو في كومباوند وبرع الشارع مثلا وانا رايح اجيب حاجة. لا بس نفسي بصراحة. متحمس اوي اسوقها في السهرة. تمام. نشوفكم هناك ان شاء الله. يعني هتبقى ستيبل قوي كده، يعني انا طلعت سفاري كتير بعربيات فور ويل درايف، العربيه دي فيري فيري ستيبل، فيري سربرايزنج، يعني فيري فيري سربرايزنج. سي اف موتو حلوه قوي وفيها ادفانتجز كتيره قوي بالنسبه للناس ال 16 years old او 17 teenagers، يعني it has a lot of advantages وحلوه جدا for that age. انا العربيه سي اف موتو عجباني جدا. كانش عندي عربيه سي اف موتو، بس واحد صاحبي انا جيت معاه في الايفنت ده وقررت ان انا عايز اجيب واحده. هي عربيه فيها فاسيلتيز كتيره، 4x4 2x4 لو هاي. العربيه على الرمله هي عربيه كويسه، باورفل لاي حد لسه بالنسبه له كستارتر، وبالنسبه لحد لسه يعني قدام شويه ممكن تبقى العربيه كويسه جدا وياخد فتره على ما يبتدي يعمل لها ابجريدنج. فانا يعني لو حد فعلا بيفكر في العربيه دي، لا هي عربيه كويسه. كنتش متوقعه ان هي تكون حلوه في الصحراء، وبجد اتبسطت قوي النهارده. الحقيقه هي راحت نادي الجزيره وراحت كذا نادي وتوقف في الشارع كتير. اول مره تطلع الصحراء كانت النهارده. انا بقالي تقريبا العربيه دي عندنا بقالها 3 سنين تقريبا، كنا بنسوقها بس تقريبا على ما عملناش اوف رود بيها خالص، كانت كلها على في شارع.
بس لما جربتها دلوقتي في الصحراء وفي الرملة لا الموضوع مختلف تماما. هي العربية كويسة جدا بس انا بالنسبة لي كنت اتمنى ان انا لو كان معايا واحدة يعني اللي هي الابجريدد عندي شوية. انا لما جبت العربية الصراحة عمري ما نزلت بيها الصحراء وكنت بسوق بيها في كومباوندز وكده موستلي، عمري ما جيت الصحراء اول مرة و it was very good experience. بالنسبة لي انا احب ان انا اشارك في ايفنت زي دي، واتمنى كمان لو شركه متجر ممكن تعمل حاجه للناس اللي هي عايزه تكمل حاجه مثلا بروفيشنال، لان انا ممكن اتعلم اتدرب اكتر من كده. طبعا I had so much fun today. شركه متجر دي هايله الحقيقه، يعني من ساعه ما اشتريت العربيه والصيانه وانا مبسوطه منهم قوي. طبعا يعني انا جيت اول مره ايوه، وان شاء الله لو عاملين حاجه تانية هاجي فيها طبعا.